عواد. عواد فلاح مصري أصيل متدين، يعمل بالزراعة والفلاحة في أرضه التي يمتلكها. أرمل فقد توفيت زوجته مسعدة بمرض السرطان، وتركت لعواد 4 أبناء ذكور، هم أحمد ومحمد ومحمود وحامد. كان عواد يستيقظ مبكرا ويصلي الفجر، ثم بعد صلاة الفجر يذهب لأرضه الزراعية للعمل بها، وكان يزرع الخضار والفاكهة بأرضه، ولديه جاموسة. وعند الظهر تحضر له أخته هنية طعام الغذاء في الأرض، وكانت هنية أخته تساعده في تربية أولاده 4 بعد وفاة أمهم مسعدة. فقد كانت تسكن هنية مع عواد أخوها في نفس منزله الصغير بجوار أرضه الزراعية، وهي آنسة يتيمة الأب والأم، وليس لديها أخوة سوى عواد، وكانت تعتبر أولاد عواد أولادها، وهي العمة المحبة لهم والتي تحن عليهم وتخدمهم وتراعيهم، وخاصة بعد وفاة أمهم مسعدة. وكان يقول عواد لأخته هنية: يجب أن تتزوجي، فأنت يتقدم لك عرسان كثيرين. وكانت هنية ترفض وتقول لعواد: لا أريد أن أتزوج، بل كل ما أريده أن أخدمك أنت وأولادك يا أخي، وأولادك هم أولادي، فأنت لست أخي الأكبر فقط، بل أنت من يحبني ويحميني ويعولني بعد أبي وأمي. كان عواد أخ حنون وعطوف على أخته هنية. أصر عواد على تعليم أولاده في مدرسة القرية ودخولهم جامعة المحافظة التي تتبعها قريتهم. بالرغم من أن عواد لا يعرف القراءة والكتابة، تخرج أولاد عواد من الجامعة. عمل أحمد لابن الأكبر طبيب بمستشفى القرية، وعمل محمد لابن الثاني مهندس بالمحافظة، وعمل لابن الثالث محمود محاسب بفرن القرية. أما لابن الرابع حامد فقد عمل صيدلي بمستشفى القرية. وتزوج الأبناء 4 وأنجبوا، وصار عواد جد، وما زال يعمل بأرضه الزراعية في الصباح، وبعد العصر يعود لمنزله ليشرب الشاي مع أخته هنية، وفي المساء بعد المغرب يذهب إلى قهوة القرية ليقابل زملائه الفلاحين المزارعين من أبناء القرية. يجلس بالقهوة، يشرب الشاي، ويحكو أخبار القرية والأرض والزراعة. مرضت هنية أخت عواد بالقلب وماتت، وبقي عواد بمفرده بمنزله. قال له أولاده 4: يا أبي، ارتاح بقى من العمل والشقاء والزراعة والفلاحة، نحن كبرنا ومعنا مال ونستطيع أن نعولك في الكبر. كان عواد يرفض ويقول لهم: سأموت في هذه الأرض وأدفن فيها، الأرض دي هي اللي ربتكم أنتوا 4، وعشنا من خيرها، لن أتركها أبدا، سأظل أعمل بها لآخر يوم في عمري إلى أن أقع فيها. جاء إلى الابن الأكبر أحمد الطبيب مرض الفشل الكبدي، وأراد متبرع بفص من الكبد ولم يجد. قال له الأب عواد: سأعطي لك يا ابني فص من كبدي، اعمل لي التحاليل والعملية. رفض أحمد بشدة وقال لأبوه عواد: أنت كبير في السن والعملية خطر عليك يا أبي. وخصوصا أحمد كان عالم وملم بكل شيء لأنه طبيب وفاهم وعارف خطورة العملية على أبوه عواد. ذهب الأب عواد إلى طبيب كبد آخر زميل ابنه أحمد بالمستشفى، وأبدى له إصرارا على إعطاء ابنه فصا من كبده، وعمل العملية. وبالفعل تمت العملية، وبعدها نقل الأب عواد إلى العناية المركزة لأن حالته كانت حرجة. مكث بها 2 أسبوع ثم غادر المستشفى هو وابنه أحمد الذي شفي من مرض الفشل الكبدي بفضل الله وتضحية أبوه عواد. وعاد عواد لمنزله، ولكنه لم يستطع النزول والعمل في الأرض الزراعية، فأحضر 2 من المزارعين الطيبين
العفيين الشباب، وتوسم فيهما الخير والأمانة. عمل في أرض عواد بالأجرة. مكث عواد 3 شهور بعد العملية ثم توفي. حزن أولاده الأربعة عليه، وخصوصا أحمد الابن الأكبر الطبيب، وكان يشعر بالذنب ويقول لإخوته: أبي ضحى بصحته من أجلي ومات من أجل أن أعيش أنا. فكان الأخوة يقولون له: لا تحزن ولا تقل هذا، إنها أعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لندعو لأبينا بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة. ولم يبيع الأولاد أرض عواد، بل تركوا كل شيء كما كان. وكما كان يحب عواد، كانوا يؤجروا مزارعين وفلاحين بالأجرة، ويزرعوا الخضار والفاكهة ويبيعوا المحصول، ويقسموا المال عليهم الأربعة، وكانوا يراعوا الأرض. وظلت أرض عواد تنتج وتنتج محاصيل خضر وفاكهة وخير حتى بعد وفاته. وكان يراعي الأرض الأبناء والأحفاد، فهي أرض عواد وأولاده وأحفاده.